بلدية غريميت هيشر المحدثة وفق التنظيم البلدي الجديد الصادر في مايو 2016، ولتضم عمادات الغريميت الغربية والغريميت الشرقية وهيشر ومنزل درب الواعر ومربط حشيد والقارسي، البلدية الوحيدة في تونس اللي مقرها بعيد عن المناطق الراجعة بالنظر لها. مقر البلدية موجود في معتمدية تنفيذة بعد احتقان كبير من العمادات اللي كل واحدة منهم طالبت أنه تكون البلدية فيها، وقع الاختيار على معتمدية تنفيذة. إذا كان البلدية هذه تحترم نفسها والمستشارين اللي فيها يحترموا أنفسهم، أول حاجة يعملوها هم يصلحوا الاسم بتاع البلدية. هم موجودين في بلدية معناها ما يمثلوش المنطقة متاعها، هيشر موجودة، بينما الجريمات هذه الجريمات كي تدور جمهورية كاملة ما تلقيهاش، ما ثماش حاجة اسمها الجريمات، فما جريميت. المجلس البلدي معناها الانتخابات صارت من 2018، من 2018 احنا تو دخلنا في 2020 والبلدية الاسم تاعها غلط. عمادة غريميت الراجعة بالنظر للبلدية هذه مصب نفايات في مدخل المنطقة، وشيء ما يدل على انك في واجهة عمادة. يعرفونا كان يجيبوا القبيلة هنا ويصبونا الزبلة في غريميت. عنده برشا مدة كومين تصب تجي وتصب لهنا. منين اخذوا الترخيص؟ من كيفاش يصبوا؟ ما نعرفش كيفاش. ما عندناش بلدية، ما ثماش مارش حتى واحد بلدية. بوتو على بوتو يزود 200 متر بعيد عليه. نسكنوا في غابة. انبوبه شوف اجا في الليل وراس مين دي فما انبوبه تبقى تشعل ليله كامله، ربع ساعه تشعل نص ساعه طافيه. اتهامات بالتقصير والتهميش المقصود، وخدمه عماده على عماده، انتدابات بالمحابات صلب البلديه، واستياء كبير وخيبه امل من رئيس بلديه تخاذل في خدمه المنطقه هذه وخدم جهه هيشر على حسابها وفق متساكني الجهه. في 2018 عملنا انتخابات بلديه، اختارنا سيد رئيس البلديه محمد احمد هذا عن قائمه مستقله، هذا كرس في الجهة، يعني اللي موش معاه معناها ضد كل شيء. احنا التنمية هذه يمشي المناطق نتاعو، واحنا طفي نجم يخدم على مناطق عين القارسي وهيشر اللي هما مجموعة غادي. كما تشوف في الكياس، كما تشوف في الانتدابات الأخيرة، احنا عنا قضية في المحكمة معاه، اختار كان أصحابه نسيبه ما فيه منسيبه. أعضاء المجلس البلدي عامة خمسة، واحد دخل أخوه، واحد دخل مرته، واحد ندخل زاد أخوه الآخر، واحد نسيبه، يعني هذا يكرس في الجهويات. نحكي لك على رئيس البلدية، رئيس البلدية باباه يبيع في الفلفل العوالي على كميون البلدية، ومش لاهي بينا، لاهي كان بالمنطقة نتاعه. معناه كميون البلدية ما يتمش استغلاله في تنظيف، ما يتمش استغلاله في حاجة خاصة إلا بالمعتمدية، وكو يبيع عليه في العوالي، ولاهي منطقته. تدخل يشوفي أنت غريميت وشوفي هيشر كيفاش ردها جنة أصل. وصلنا جولتنا في غريميت الشرقية، مسالك فلاحية أقل ما يقال عليها أنه بنيتها التحتية هشة، أنهكت كاهل الفلاحين وزادت من تعب متساكني الجهة، كروم الهندي ومصب النفايات وسط الأراضي الفلاحية، مشكلة من برشا مشاكل اللي صعبت عملية جني الزيتون وخسرت الفلاحين كميات كبيرة من صابة الزيتون. كلمنا رئيس البلدية عن غريميت الشرقية، كلمناه على أساس باش يجي، قال لنا طويبة الهندي، عملنا لنا بعض البلايس، قال عملنا الظلف منه منا وندخل انا طماشي، سكتنا كملنا على جيوبنا، المواطنين اللي هنا كل الشارك كملنا على جيوبنا. كلمناه قال لك برشكي، هذا الكلام قالوا رئيس بلدي، هذيك المزيعة تاع الدوله، خا الدوله نحب نعرف الدوله اندراك كيف جات لهنا، عاتي كان الهيشر وبعض البلايس نحولهم ومنطقه غريميت الشرقيه اللي كونها يقبل امور اغراض، هذه مش امور ناس، هذه تحب معناتها باش نوصلوا نحن معناتها امور اغراض، امور غضب شخصيه. بربي انا ما تكلمت حتى على حاجه، مشيت المره اللي فاتت شكيت ثلاثه مرات للشرطه، ثلاثه مرات للمركز، على جال الهندي هذايا داخل على اولادي للديار اصل. منطقة معزولة، عزلة تامة، وتعاني من غياب التنمية وغياب المنشآت الثقافية للشباب والأطفال المحرومين. نادي الشباب كيفاه مسكر، تو عنده 20 سنة ما حلوش أصل، لين صدد البيبان صدد أصل. الأكثرية تو في القاوي، ما فهمش وين يقعد أصل، الأكثرية في القاوي. من أغرب الشهادات اللي سمعناهم في المنطقة هذه، الميت في غريميت الشرقية يقعد أيامات باش يتدفن بسبب تردي الطريق اللي أدي للمقبرة، على عكس المتعارف عليه إكرام الميت دفنه. مرات وفت في المنطقة، قعدت نهارين
ما دفنوهاش، مطر تصب ما لقوناش كيفاش نمشيو للثنية. كلمنا البلدية قلنا لهم جيبوا لنا الكرادير يسوي لنا ثنية باش نهزوا الميت. جابوا لنا فواياج تفونو، صبوه لنا قدامنا وعاملين به شهر حتى يضرب ساعة، والكاميون هاز البانة باش يخلط الميت باش يصوروا به. أنا جبنا لكم كاميون تفونو باش كان عليه هذيك. قالوا بعد بشهر شهرين نجيكم الكياس. لليوم الكياس وموعود الكياس 7 كيلومتر على بيت معند بالليل ويرجع في الغطلاق. ما ثماش منه حتى شيء. المرأة طاحت مرتين من المحمل، العباد هزت على ظهورة وطيحوها وهزوها وعملوا كتين ده باش دفنوا المرأة على المطر. ساعة لساعة في حالات نصف الليل ندفنوها وندفنوها على المطر، ندفنوها لما نعملوا كالخيمة منفاض باش ندفنوا الميت. حسب القانون رقم 12 سنة 1998 وتعديلاته بتنظيم المجلس البلدي المركزي، فإنه مهام المجلس البلدي تشمل احتياجات الناس في البلديات. وفي غريميت هذا ما شفناهوش على أرض الواقع، لكن رصدنا اتهامات بالتقصير والتهميش. فشنو موقف رئيس البلدية أمام هذا الكل؟